واضح انه الدوري عامل لك ليس من الاولويات. مصطفى 9 نقاط بينك وبين الشباب، وما تنسى انه من 2000 موسم 2016 2017 الهلال ما وصل لهالمركز اللي هو وصل فيه الثالث، يعني هلا هو معه 35 نقطة السنة الماضية كلها بالموسم كله سوري الاتحاد اخذ 35 نقطة، السنة اللي قبلها كان 34 نقطة، الشيء اللي عاملينه كثير حلو الاتحاد اساتهم في كل المنافسات مصطفى، هن وصلوا نهائي كأس الأندية العربية كأس الملك محمد السادس، ونفس الوقت هن في الدور ربع النهائي بالكأس خادم الحرمين الشريفين ضد الفتح. الحلو بالاتحاد المدرب كاريلي عامل شغل، اذا بنتذكر كل الارقام اللي حكاها حمادي بدلك الهلال سوري الاتحاد دائما هو بعد السادس او السابع بكلهم، بس هذا بده يعطيك شغله كثير مهمه هي الفاعليه مصطفى، يعني الهلال الاتحاد من اقل الانديه اللي بتطلع له فرص في المباراه بتسجل اهداف، من اكثر الانديه اقل الانديه اللي بيطلع له ضربات ركنيه بتسجل من اهداف، عامل خط مثل ما احنا بنسميه بكره القدم العمود الفقري اللي هو جروهي، بعدين عندك احمد حجازي، عندك كريم الاحمدي، عندك رومارينيو، وقت بيكون بريغوفيتش بحاله طبيعيه صار كمل العمود الفقري صعب كثير فريق الاتحاد انك تفوز عليه. برايي الشغله الوحيده انا اللي بحطها شوي على الاتحاد انه باستثناء هارون كامارا وخليل فطافطه اللي هي مواليد 99، عنده سعود عبد الحميد مواليد 97، كل اللعيبه المواطنين السعوديين بعدين عندهم 26 27 سنه، يعني ما عنده هو اللعيب الصغار بالعمر، ولاعيبته مثلا حجازي لانه جاي اعاره من استبراميتش، ما بعرف كريم الاحمدي 35 سنة مواليد 85 يعني 36 سنه، جروهي مواليد 87 34 سنه، ما اكد لك اليوم اذا بده يحتفظ بكاريلي او لا، فهي انا برايي دائما الاتحاد هي شغله الاستقرار اللي بتكون ناقصه. ابو سلطان اول شيء خليني احيي الاستاذ انمار الحايلي وحامد البلوي والكاكي واللي معه على تحملهم الضغوط وصمتهم يعني والصمود اللي كانوا عليه من الموسم الماضي عندما يعني طالب عديد من الجماهير الاتحادية وهي معروف جماهير كثيرة ومحبة وعاشقة طالبت بتغييرات كثيرة لكن استمر وصمد واليوم يجني ثمار العمل الإداري المنظم. أنا أعتقد أنه فريق يصارع موسمين متتاليين على الهبوط واليوم تجد بالمركز الثالث ومرشح أنه يأخذ البطولة أو يكون الوصيف، هذا الدليل على أنه في عمل إداري منظم، فيه احترافية، فيه احترام للقرارات. فأنا ما أدري أنت تقول نعم معجب كلامي ولا أقطع؟ لا أقطع. طيب ليش عطيت الدكتور؟ لأنه ما سكت. عرفت ليش؟ لأنه ما سكت. ما سكت كاتب 17 جريدة قدامه، فاضطريت أنه يعني أخذ منك. والدندل قال لي أعطي الدكتور وخفف على الدغيتر. هو دندل المخرج ما أعرف أنا عم بشتغل على حسابي. ليش على حسابي هيك المخرج قال ما أعرف مشكلتك مع دندل. لا 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 دندل لا دندل لو أقول له ألغي البريك وهو فيه ماني يلغيه من قوتي عنده وغلاي عنده. على العموم والله لسه مثل ما قال لك الساعة عندي حكي نص ساعة على الاتحاد ما خلاني أحكي ويعمل لي هيك بالساعة. شوف أبو كرم أنا بعد الاثنين الماضي عندما كنت أنت يا دكتور ضيفه وتوفيق الخليفة وكنتوا تتكلمون كثير عن عيسى الجوكم وقال إنه ذبحني الدغيت اللي يقول ما جبت طاريه أنا أرفع الراية البيضة، والله كنت نايم ما شفت إلا بالإعادة. طيب. لكن الله يسامحك يا أبو كرم ما بيقدر يحكي إلا يحكي لو من سنة حكي. طيب من